هل نقترب من وقف إطلاق النار؟ تزاحمت التقارير الإخبارية والتصريحات التي تتحدث عن تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على جبهات الحرب بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال. وجاء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن احتمال الإعلان عن وقف النار خلال ساعات يصب الماء في طاحونة موجة التفاؤل. والناس التي تعاني من الحرب ومن النزوح والتي تتلقى النيران بصدورها وأجساد أحبائها من حقها أن تتلهف لمثل هذه الأنباء إن كانت تعكس الواقع بصورة صحيحة وإن كانت تفاؤلا صادقا مبنيا على وقائع، وإلا فإن التلاعب بمشاعر الناس والإيحاء لها بقرب نهاية الحرب بينما الوقائع تكون عكس ذلك فذلك أمر غير مسموح. فما هي الحقيقة؟ المصدر الرئيسي للكلام عن التفاؤل هو وسائل إعلام الكيان التي قالت إن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أبدى إيجابية تجاه البحث بإنهاء الحرب في لبنان وغزة، وأنه يعتقد بأن العمليات الحربية حققت الكثير ويمكن الاكتفاء بهذه الإنجازات. ولدى التدقيق فيما تحمله هذه التقارير نجد حديثا عن شروط تتصل بتعديل القرار 1301 من دون ذكر أن المطلوب هو التعديل، لأن الشروط المطروحة بصورة جلية واضحة تأتي من خارج القرار 1301 بل ضده وبعكس ما نص عليه، ولو عرضت تحت شعار تطبيق القرار نفسه. ولا توجد في لبنان لا قيادة سياسية ولا حكومة تستطيع الموافقة عليها أو القبول بها. عمليا يريد نتنياهو تحت عنوان تطبيق القرار 1301 ما يعتبره حصرا بندا وحيدا، إخراج حزب الله وسلاحه من الجنوب، ويعرض بالمقابل وقف الحرب فقط بل امتلاك جيش الاحتلال صلاحية العودة إلى الحرب برضا الدولة اللبنانية. يعني الدولة اللبنانية من هلأ بتقول له أهلا وسهلا إلك حق تفوت، وتفويض المجتمع الدولي إذا لم يتحقق له ما يريد، أي أن الجيش واليونيفيل ينزعوا سلاح حزب الله، وبالتالي ينصب نفسه في موقع الجهة التي تفحص تحقيق البنود التي يقول أنها مضمون القرار 1701، وهو يفحص وهو ينفذ وهو يشرف وهو يطبق. ومين المحتل؟ يعني مين الطرف الثاني بالاتفاق؟ إذا لبنان طرف والإسرائيلي وصي على الاتفاق ومشرف على تنفيذه، مين الطرف الثاني؟ ما في طرف ثاني، بس الاتفاق هو قرار أمم متحدة بنزع سلاح حزب الله. حبيبي هذا قصدك ال 1559 يمكن، مش 1701. 1701 هو قرار وقف أعمال عدائية بين لبنان وإسرائيل، لبنان نفذ إسرائيل ما نفذ. ينص القرار 1701 على مرحلتين اللي كنا عم نشرحه. الأولى هي وقف الأعمال العدائية، وبعد أن يقوم الطرفان اللبناني والإسرائيلي بتنفيذ ذلك بمرحلة وقف الأعمال العدائية، ننتقل إلى مرحلة وقف إطلاق النار النهائي أي الهدنة الثابتة. الأعمال العدائية من طرف اللبناني هي الاشتباك بالرصاص بالصواريخ، لكنها من طرف الكيان لا كثير، هي احتلال أرض سواء محتلة في حرب تموز نفسها مثل الجزء اللبناني في بلدة الغجر، أو حل يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة للنزاع حول مزارع شبعة، وقد سبق وقدم الأمين العام السابق بانكيمون هذا الحل ورفضه الاحتلال. وعندما ينجز الاحتلال موجباته اللي من ضمنها وقف الانتهاكات الجوية ووقف الانتهاكات البحرية، هذا كله أعمال عدائية. نحن وقفنا هو ما وقف، بس يوقفون بنحكي بالأول كان هيك وهلأ هيك، منوقف الرصاص نحن وقف الأعمال العدائية بتنتهي هون لما نوقف الرصاص، هو بتبلش هون، هو بتبلش بأنه يوقف رصاص بأنه بينسحب إلى خلف الحدود، مش اللي كان عليها قبل 7 أكتوبر، بده ينسحب إلى خلف الحدود يعني بده يطلع من الغجر اللبنانية، يعني بده يطلع من النقاط 13 المختلف عليه، على الأقل هو مسلم بسبعة لبنانية منها، بده يقبل بمزارع شبعة الحل الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي هو لا هو ما شايفه، هو شايف أنه هو عمل معركة لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، وعلى الدولة اللبنانية أن تكملها، وهو يتحقق إذا الدولة اللبنانية عم تعمل واجباتها ولا لا وبيعطيها علامات. هذا ما عاد اتفاق 1701،
ما عاد سيادة لبنانية، حتى 17 أيار كان أرحم، يعني الصيغة أفضل. وبالتالي الذي يعرضه الاحتلال إذن هو شرعنة أعماله العدائية وليس وقف الأعمال العدائية. وبالتالي شرعنة الاحتلال وشرعنة الانتهاك للأجواء وشرعنة البلطجة الأمنية ماشي، هذا ما في حدا بيقدر يقبل فيه. هذا يعني تحويل الجنوب الليطاني إلى حزام أمني بيدخل بيظهر منه ساعة اللي بده، ولاحقا بكرة بجمع مرتزقة وبيعمل لنا ميليشيا لبنانية مثل ما كان عامل بالماضي، وشوي شوي بيزعبوا الجيش وبيزعبوا اليونيفيل وبصير شريط حدودي محتل جديد. هذا يعني لا يمكن للبناني أن يقبل به. وقف إطلاق النار دون اتفاق على ما يليه، والاكتفاء بالإعلان عن اعتبار القرار 1701 أساسا لتنظيم التفاوض حول ما بعد وقف النار أمر مقبول لبنانيا. مقاومة وحكومة، يعني إذا الإسرائيلي حريص بيقول ما بدنا نحكي شيء هلأ، هلأ بنوقف إطلاق النار وبنحكي على رواق. لبنان موافق، المقاومة موافقة، هو لا بده سلفا يحصل على التزامات ليروح على وقف إطلاق نار. فإذا الوقف بدون أي ترتيبات، بس وقف إطلاق نار لبدء التفاوض أمر مقبول لبنانيا، فليقبل الاحتلال. هو رغم كل ما يلحق به في العمليات البرية من خسائر لم يصل بعد إلى التسليم بالفشل، بعده يعني عم يحكي بلغة انه هو يعني قادر وقوي، وبالعكس بيحكي عن انجازات بكل يعني وقاحة انه هو عمل انجازات، وهالانجازات بتخونه انه يروح الى التسوية السياسية. هو قتل مزبوط، بس بالمحل اللي الجيوش بتعمل انجازات اللي هو الميدان البري هو يخسر كل يوم. وعندما يصل الى التسليم بالفشل اللي بعد ما وصله، هو بلش يرسم علامات استفهام حول احتمال النجاح من عدمه بعد ما وصل للمرتبة الأصعب اللي اسمها التسليم بالفشل. عندما يصل إلى ذلك يعلم أن نهاية الطريق ستكون انسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بده يروح على 1701 الحقيقي، بده يطلع وبده يوقف انتهاك أجواء ومياه قبل البحث بجنوب الليطاني في سلاح ولا ما في سلاح للمقاومة. قبل ما نوصل لهون بده يسلم كل هول بما فيهم مزارع شبعه، مش ياخذ العكس انه هو بيشرف على تطبيق 1701 لانه بند وحيد. هو شو؟ نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وروح يا جيش يونيفيل انتم نزعوهن، واذا ما نزعتوهن انا جاي. وقف، هذا صيغه وقف اطلاق نار بدون ترتيبات ماشي، هو ما فيه يمشي فيه. طيب صيغه ثانيه، وقف اطلاق نار للعودة إلى الحرب، لأنه في حدا بيقول لك طيب بركي هيك بركي هيك بركي هيك، إنه بركي بيوقف إطلاق نار بدون أي ترتيبات لبنان بيقبل والمقاومة بتقبل. وقف إطلاق نار لأنه بيرجع للحرب مش وارد لسببين، لأنه هذا شو بيقول لك الأمريكان بدهم وقف إطلاق نار مشان الانتخابات. السبب الأول إنه وقف إطلاق نار بدون ترتيبات شهر اثنين أسبوع أسبوعين شو بيقول للمهجرين؟ ما فين يرجعوا، لأن وقف إطلاق نار ممكن ينفجر بأي وقت ونرجع للحرب. طيب بيسحب قواته بفترة هالأسبوعين أو الثلاثة أو الشهرين، ورغم كل الخسائر اللي حطها وبكرة بيرجع للحرب بيرجع بحطها من جديد. وإذا ما انسحب المقاومة بتتركه وبتقبل وقف إطلاق نار أصلا والاحتلال قائم. مبكر جدا الحديث عن التفاؤل، لقد علمتنا تجربة غزة أن الترويج للتفاؤل يبطن غالبا التمهيد لإعلان الفشل في المفاوضات وتحميل المقاومة مسؤولية ذلك.